شبيك شبيك عبدك بابيني هو ده الزمان. مين ده بيت عابد البلاوي ترز الحريق؟ ايه الاسامي القديمة دي؟ ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ تنسى شفت حاجة يا جدع؟ ده انا شفته في التلفزيون كتير. ايوه ما خدتش بالي منك خالص، مالكش طلع. ده جاي صدفة وراجع تاني. هو كان عنده ايه قبل ما يموت؟ اتنين صحابه هتدفعوا فيه كام؟ 1750. ده بكام ده؟ تعرف تعد الفلوس؟ عاوز كام؟ 150,000 جنيه. عشان مبلون لف لفة كده عقبال ما خلصها. كفاية فضايح لحد كده. يلا اضحكي اضحكي. كنت رجعني كده هترجعي. انا اصلا عاوز القرود تشهد علينا. تيجي ندخلك الحمام الرجالي. يا رب تنجح حتى تحت. امك حلوة اوي. يا رب يا عباد مش هزار ده. انا الحرامي. يمي 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 خاف يا عيد. يمي 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 اللي بيخاف يطلع بره. يا ناس حد يرحمني من الوقت ده. يا ناس محدش ياخد بيده ابني ويديني بداله مروحه. باين عليك متعب ولبط. السرقه ماليه المنطقه اليومين دول. طب وبعدين؟ مدير الانتاج قال لي الفيلم الجاي هبقى رئيس العصابه. يا ولاد المجانين. الاستاذ شغال فين؟ كشفة. موتوسيكلات عدت يا ناس. شفت ابوك وهو حرامي؟ يقدر حرامي يهون رحيتي. هموت يا ناس. حرامي حرامي. اسكت. مش انا واقف ولا ايه؟ مش انا خلاص توب. نلتقي بعد الفاصل وربنا توب. متشكرين يا جماعه على تعبكم معايا. يلا تصبحوا على خير.